يقول: ما حكم الغوص في البحر في نهار رمضان للعمل، مع العلم أنه أحيانا شرب قليلا من الماء؟ أما الغوص في الماء بحر أو غير بحر للصائم لا بأس أنه يغوص في الماء ويتبرد في الماء، ما في مانع، ولكن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه، يتحفظ لأنه صائم. إذا كان شرب شيئا من الماء متعمدا يبطل صيامه، أما إذا ذهب شيء من الماء بدون قصد، بدون قصد منه، فإنه لا يضر بصيامه. أما إذا تعمد شرب شيئا من الماء فإنه يبطل صيامه.